هالاند بيحرق كريستيانو رونالدو، لعنة مانشستر يونايتد بتعطل محمد صلاح للمرة الثانية، وأرقام مميزة للبرازيلي مارسينيو وصفقة الأهلي المحتملة. كل التفاصيل في حلقتنا من أرقام يلا كرة. البداية مع الرقم 3، إيرلينج هالاند بيأكد أنه مش بس بيسجل قدام الفرق الصغيرة، لا هو كمان حاسم قدام الكبار. هالاند بيسجل هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد عشان يقود فريقه للفوز بنتيجة 6-3. هالاند حقق أرقام كتير بعد هاتريك الديربي، لكن أهمها أنه بقى أول لاعب في تاريخ بريمير ليج يسجل هاتريك 3 مرات ورا بعض على ملعب فريقه. مش بس كده، هالاند كمان هو أسرع لاعب يسجل هاتريك 3 مرات في تاريخ بريمير ليج بعد ما عمل ده في 8 ماتشات بس. أسرع لاعب قبل هالاند كان مايكل أوين اللي احتاج 48 مباراة، وعلى طول بدأت المقارنات مع نجوم كبار زي كريستيانو رونالدو اللي سجل هاتريك 3 مرات في 232 مباراة، وجه هالاند عمل نفس الرقم في 8 ماتشات بس. وبعيدا عن الهاتريك، هالاند هو أول لاعب في تاريخ بريمير ليج يسجل 14 هدف في أول 8 مباريات ليه. الرقم القياسي قبل هالاند كان مسجل باسم ميك كوين نجم نيوكاسل السابق اللي سجل 10 أهداف بس. عايز أفكركم إن محمد صلاح لما حقق الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في 2017-2018 كان مسجل 4 أهداف بس في أول 8 مباريات. هالاند لو كمل بالمعدل ده هينهي الموسم ب 66 هدف. الرقم الثاني معانا هو رقم 4. محمد صلاح بيسجل مع المنتخب وبيسجل في دوري أبطال أوروبا، لكنه بيفشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي. آخر هدف سجله محمد صلاح في الدوري كان قدام مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة يوم 22 أغسطس، يعني من 43 يوم، وكأن التسجيل في مرمى يونايتد تحول للعن على صلاح. برضو الموسم اللي فات لما سجل قدامهم في الدور الثاني غاب بعدها عن التسجيل 4 مباريات. 4 مباريات هي أطول مدة غاب فيها صلاح عن التسجيل في الدوري الإنجليزي من مارس 2021 لما غاب وقتها عن التسجيل 5 مباريات ورا بعض. صلاح حتى الآن سجل هدفين بس في الدوري، والفارق بينه وبين هالاند في سباق الهدافين بقى 12 هدف. أعتقد لو صلاح مرجعش المستوى في أقرب وقت أكيد هينهي الموسم في مركز متأخر في قائمة الهدافين لأول مرة بعد انضمام ليفربول. ونروح للرقم 51. رغم هدف هاري كين أكتر لاعب في التاريخ سجل في مرمى أرسنال، ورغم أن توتنهام بقاله 13 مباراة ورا بعض في البريمير ليج ما بيخسرش، إلا أن ده مقدرش يكسر سلسلة جابرييل جيسوس الطويلة والغريبة في نفس الوقت. جيسوس ما بيخسرش أي مباراة في البريمير ليج بيسجل فيها أهداف، سواء مع مانشستر سيتي أو أرسنال، يعني سجل في 51 مباراة كسب 48 وتعادل 3 مرات. جيسوس لعب مع مانشستر سيتي 10 مباريات قدام توتنهام سجل هدف واحد، لكن مع أرسنال بيسجل في أول مباراة ليه قدام سبيرز. جيسوس كمان ساهم في 8 أهداف مع أرسنال في بريمير ليج الموسم ده بعد ما سجل 5 أهداف وصنع 3. هالاند ودي بروين بس هم اللي قدروا يساهموا في أهداف أكتر منه. ورغم التألق ده، جيسوس ما كانش موجود في آخر قائمة المنتخب البرازيل قبل كأس العالم، وأعتقد أنه هيواجه منافسة قوية عشان يشارك في المونديال، لكن بالتأكيد المستفيد من ده هو تيتي مدرب البرازيل. آخر رقم معانا هو الرقم 9، البرازيلي مارسيو أوغوستو دا سيلفا باربوزا الشهير بمارسينيو، صفقة الأهلي المحتملة. مع برونو سافيو ومارسينيو شكلنا هنشوف الأهلي بنكهة السامبا الموسم الجاي. مارسينيو لعب مع فريقه كاوازاكي فرونتال في الدوري الياباني الموسم ده 26 مباراة بإجمالي دقائق لعب 1644 دقيقة، وغاب عن 4 مباريات بس. اللاعب البرازيلي سجل 9 أهداف وصنع 4، يعني مساهم في 13 هدف، وصنع لزمايله 29 فرصة، وبيحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الياباني. مارسينيو بيلعب جناح شمال، ورغم كده سجل 6 أهداف برجله اليمين، هدف واحد برجله الشمال وهدفين بالهيد. شطع الجول 40 مرة، 20 منهم بين الثلاث خشبات و20 بره. بعد الأرقام دي، يا ترى ممكن مارسينيو ينجح مع الأهلي لو تمت الصفقة؟